محتاجين 100 مليار متر مكعب يا دكتور حسب الارقام اللي حضرتك ذكرتها. محتاجين 35 مليار عشان اضافيه على حصتنا. على حصتنا. طب يعني الاجمالي حوالي 100 مليار، الفرق ده اللي هو حاجه و30 مليار من وجهه نظرك ممكن يجي ازاي؟ ما زلت بقول لك رغم ان الامر صعب لكن مفيش حاجه تعمل كده الا مشروع ابتكاري. مهما عملت وفرت ميه، عملت عمليه تقنيه، كل ده بيساعد، لكن انت عشان تعدي المرحله او تبص للمستقبل البعيد، انا بتكلم على من 50 ل 100 سنه، فالنهارده 50 و100 سنه لا شيء في حياه الشعوب. ما زال بقول بحلم الحلم الكبير ان شاء الله، ان شاء الله ربط وصلت نهر الكونغو ونهر النيل. في معوقات جغرافيه وفي معوقات كتير، لكن يستاهل، تستاهل كتير. حتى لو الحمد لله احنا الفلوس موجوده، يعني داخل المشروع كله ابراهيم بالفيومي عامل المشروع البربوزل، وعندنا الدكتور الشناوي ده مستثمر متحمل تكلفته بالكامل بالكامل، مقابل يعني مقابل هاخد نسبه من الكهرباء، يعني في طريقه نوع من الاستثمار يعني. ولكن هي فرصه انها تخلق مصر جديده. انت هتدخل 55 مليار متر مكعب ماء او 50 مليار حسب الاتفاقيه هتاخدهم، هتعمل نيل تاني وهتوصل ربط ما بين النيلين. انت بتحيي حاجه ثانيه، انت مصر جديده بكل المعايير. وبعدين الحمد لله مشاكل، مش هيبقى عندك مشاكل. دخلت عمرت الصحراء كلها، الصحراء الغربيه، حد في الدنيا شعب بقى لنا كام سنه عايشين في 6.5% من مساحتنا وبقى كله صحراء؟ في حاجات كتير انت عايز تحل مشاكل، في مشاكل. انا مش بقول لك مشكله بقى هي دي اللي لازم تكون، لا، احنا عندنا الساحل الشمالي بالكامل، ها، نسبه السقوطات المطريه فيه تتفاوت من 350 250. لما اجي اتكلم اقول ان انا عايز ازرع ده، باخدها كمنظومه حبوب، ما اقولش هبح. بعدين عندي سدود ترابيه في المنطقه اللي هناك دي، في وقت السدود الترابيه هتعوض لي، حتى وعملت ابار هتبقى استخدامها بسيط جدا وفترات العجز المائي. يبقى كده انا عملت منظومه كامله في الساحل الشمالي 400 متر، انا هسيب 10 كيلو للاستثمار السياحي. وعندنا الخرائط دي كلها موجوده، يعني كل حاجه بالاستشعار عن بعد، جوده التربه، نسبه المعدل المطري، كل ده موجود. بس ما اجيش اقول هعمل اكتفاء بس في القمح، انا بقول منظومه الحبوب، لان عندي الكينوا مثلا دي محصول صيفي. صحيح. فازرع في الشتاء وازرع ده في الصيف، يبقى ضمن منظومه الحبوب. برضو برجع اقول لك، يعني انا عندي حوالين بحيره ناصر، حرم البحيره، 2 كيلو داير مدار البحيره. احنا هنا كل ده خايفين من فيضان كان موجود من زمان، دلوقتي قد يكون ورب ضاره النافع. يعني تحويل النيل الازرق في جسم السد، في الحاله زي دي مش هيجي لنا معدل الفيضان، فابتدي بدل ما الارض ما بتكلم فيها 183 معدل، هنزل ل 172. دي كده لوحدها هتوفر لي 3 مليون فدان في حوالين البحيره، ارض ما اتزرعتش قبل كده، مفيش ملوثات، وجنب الميه. في الحاله زي دي اعمل لها منظومه كامله للاورجانيك، وهي في اسوان. كل دول اوروبا محتاجه الخضار في الشتاء، وده في الشتاء هيبقى افضل مكان تنتج فيه. عندنا توصيل.